اتفضل. مولانا، بخصوص الخصوصية، أوقات بنلاقي شريك أو شريك شريكة الحياة بيعرضوا حياتهم على السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه، ممكن يكون بحسن نية علشان خاطر وأما بنعمة ربك فحدث، أو علشان خاطر يوري زوجته أو هي توري زوجها قد إيه بيحبها فبيعبر عن حبها دي قدام الناس، وممكن يكون في ناس كمان بتتربح ورا الموضوع دوت، يعني بيعرضوا خصوصياتهم لدرجة إن هم بيصوروا نفسهم هم بيتخطبوا هم بيتجوزوا هم بيخلفوا وبيتربح من ورا ده. فتنصحنا بإيه في حتة الخصوصية اللي إحنا بنعرضها للناس على السوشيال ميديا؟ سؤال جيد يتعلق بقيمة مهمة افتقدناها في عصرنا الحاضر. هذه مندرجة تحت ما اسميناه بالعفاف. هذه القيمة هي قيمة الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أهمية الحياء وأنه خلق لا بد منه. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وكان يقول الحياء خير كله. افتقدنا في العصر الذي نحن فيه من كثرة تسارع أحداث وأفكار افتقدنا الحياء، فأصبحت هناك معايير أخرى غير معايير الحياء، وهي إظهار الفرح، إظهار الحب، التعالي بالعلاقة الزوجية إلى آخره، مما رتب اندثار ويعني ضبابية حوالين قضية الحياء. الحياء خير كله، فلا بد علينا إذا أردنا مجتمعا قويا، إذا أراد الإنسان أن يعود إلى إنسانيته في وسط هذا الهجوم الشرس للآلة وفي وسط هذا التسارع والتصارع الذي نتكلم عنه، ينبغي عليه أن يعود إلى الحياء. الحياء يقتضي أن الإنسان لا يعني يظهر مثل هذا الذي تكلمت عنه، يجب عليه أن يتحلى بالعفاف. لو أن هناك الحياء، الحياء أصبح في بعض الأحيان الآن كأنه نقص أو ذم، وهذه مصيبة كبرى تذهب الإنسان في إنسانيته. نور الدين يكشف هذا الحال ويقول لا، الحياء خير كله، والعفاف مطلوب، ويجب علينا مهما تباعدنا عن هذه الصفة أن نعود إليها.